السلام عليكم أصدقائي، أشاهد أو أقرأ العديد من التعليقات في قناتي تقول بأنك يجب أن تخوض مناظرة مع فلان أو فلان. التعليق الأخير يقول لي عليك أن تخوض مناظرة مع عدنان إبراهيم. هذا نبهني إلى قضية أساسية جدا، وهي أن أي شخص غير متدين وليس له علاقة وطيدة بالدين أو خارج عن دائرة الدين هو بالضرورة لا يمكن لأحد أن يناظره من المتدينين. المتدينون لا يناظرون أحدا إلا أنفسهم أو إلا خصومهم في الملحدين مثلا، فهم يخوضون نقاشا مع أدادهم من الملحدين أو المؤمنين من أديان ومذاهب أخرى. أما أن يخوضوا نقاشا مع أناس من جهات أخرى غير دينية فهم خاسرون بشكل لا يقبل الجدل. يعني مثلا عدنان إبراهيم مع احترامي له وعلي جمعة والقرضاوي وغيره وغيره، هؤلاء جميعا لا يصمدون أمامنا خمسة دقائق. لابد أن نتحدث بهذه الدقة وبهذه الصراحة. يعني مسألة ليست مسألة أنني أنا يعني لدي قدرات خارقة، لا بالعكس، هم هؤلاء ليست لديهم حجة دقيقة وواضحة وممكن التعويل عليها. لهذا السبب هم أشبه بالسمكة. هؤلاء أشبه بالسمكة، لا يستطيع أن يعيش خارج المنطقة التي نشأ وترعرع فيها. لهذا السبب تجد رجل الدين والمتدين يعيش في خانق ضيق. هو ولد كي يعيش في بيئة محددة له سلفا، مجرد أن يخرج يخترق ويموت. لهذا السبب هو عندما يتجادل معك يشعر بالعجز إذا كنت أنت خارج الماء الذي تعود الحياة فيها. فعدنان إبراهيم أو غيره لا يستطيع مناقشتنا ولا يستطيع الدخول في نقاش معنا على الإطلاق. ولمن يقول بأنني أبالغ، دعوني أرى يوما من الأيام عدنان إبراهيم خاض نقاشا مع شخص خارج البيئة الدينية التي ترعرع ونشأ فيها. لا يوجد على الإطلاق. ما أنا حد علمي يعني لم أجد يوما من الأيام هو دخل في هذا النقاش. مثلا تجد شخص مثل قرضاوي ودخل في نقاش مع صادق جلال العظم، وهذه كانت يعني بالنسبة لهم كارثة، يعني نادرا ما يدخلون في هذا الجدل. لكن عموما هي الفكرة، أنه فكرة المناظرة هي مناظرة بين شخصين لديهما خلاف على قضية معينة، كل واحد لديه توجهه. المناظرة تقوم على أساس، فالأساس ما هو الأساس؟ أساس المنهج العلمي، المنطق، الفكر، الفلسفة. هذا الأساس لا يوجد. الدين لا أساس له، يجب أن نعرف هذه الحقيقة. هو يدعي لديه منهج، والمنهج قائم على أشياء هو أيضا مختلقة، الكتاب والسنة مثلا عند المسلمين، المسيحيين لديهم الإنجيل وما إلى ذلك، اليهود لديهم، لكن هي كلها ما لها أساس. أساسها لغة، لغة في لغة في لغة، لكن الأساس النقاش، المنهج العلمي، المنهج الفكري، دائما تجد لديه أسس، وأسس قابلة للنقاش وقابلة للجدل وقابلة للتهديم والحفر والنقر والتحكيك والتشطيب وأيضا الدحض. لكن المنهج الديني هو منهج مزيف لا علاقة. وأدي حلقة خاصة بموضوع أنه العلم ليس، الدين ليس علما، نشرت بحلقة واحدة طويلة تقريبا ساعة وربع، وقسمت بعد ذلك إلى أجزاء، ممكن تتابعون هذه المسألة. أخلص إلى القول أن مسألة أن تدخل في مناظرة مع شخص مثل عدنان إبراهيم ليست قضية كبيرة. هو يؤثر على الناس الذين تعودوا منذ الطفولة على سماع الآيات والأحاديث، وأصبحت هي جزء من الإيقاع النفسي واللغوي الذي يعيشون عليه ويتحدثون ويمارسون حياتهم ويموتون أيضا. هؤلاء متعودين على هذا النفس. يعني عدنان إبراهيم مثلا مع احترامي كما قلت، وعلي جمعة والشيوخ ورجال الدين بيكونوا هم يسميه الثقافة الشعبية، الثقافة الشعبية البسيطة السطحية التي لا عمق فيها. هم يدعون العمق، يدعون طبعا العلم، ويدعون كل شيء عظيم. مثل مطرب شعبي، هو شنو الدين؟ رجل الدين هو مثقف شعبي، هو هذا رجل الدين، هو مثقف شعبي. أكون هناك شاعر رصين مثل المتنبي مثلا، لا تستطيع مقارنته بشاعر محلي في منطقة محددة.
الشعر الشعبي هاي هي ميزته، ميزته أنه شعر في منطقة محددة ممكن أن يرتقي إلى أن يصبح شعر على مستوى إقليمي أوسع. لكن رجل الدين في أعظم حالاته لا يتجاوز المثقف الشعبي، هو هذا الثقافة الشعبية هو اللي أكثر من هذا ما له قيمة. فعلي عندما تأتي وتتحدث تحدثني عن عدنان عيسى يعني عدنان إبراهيم، وتحدثني عن علي جمعة، وتحدثني عن عبد الله رشدي وأسماء كثيرة والقنيبي، هؤلاء ناس قابلياتهم محدودة وأفقهم الذهني ضيق، أفاقهم صغيرة جدا ولا يستطيعون الخروج من أتها. لديهم مجرد بعض الحيل وبعض المنابزات حول هذه وتلك، وليس لديك كذا، هم يتعكزون على العلم في كلامهم ويدعون بأنهم قمة في العلم، هم في الحقيقة لا يتعكزون على أي شيء، يتعكزون على أشياء وهمية. هو بدلا من أن يعزز أو يؤكد منطقية وصرامة الأسس التي يقوم عليها وواقعيتها ويقدم البراهين عليها، ماذا يفعل؟ يغش الآخرين ويقول انظروا لديهم المناهج الأخرى، منهج العلم، المناهج التاريخية والفكرية والإنسانوية المعاصرة بأكملها أو حتى القديمة المنطقية، فيها إشكالات كثيرة، طبعا فيها إشكالات، يعني ما الضير في هذه المسألة، لا الحياة ما زالت مستمرة والمشاكل موجودة، لكن المناهج الموجودة هذه قابلة للتغيير وكما قلت التحكيك والتشطيب والدحض. هو لا يناقش المنهج مالته، المنهج الكسيح الكسيف الذي لا قيمة له إلا بشعبيته وفرضه على الناس البسطاء الذين لا يدركون حقيقة الأمور. فبالتالي عدنان إبراهيم لا يعتاش إلا على الثقافة الشعبية، إلا على الناس البسطاء، إلا على أنصاف المثقفين أو العارفين الأميين ثقافيا والأميين فعلا، هو عيشتهم على هؤلاء فقط. أما تأتي وتريد يناظرني أوكي، ربما يهزمني، ما عندي مشكلة، حتى إذا هزمني أنا ما عندي، لكن هو عنده مشكلة إذا هزمته، إذا أنا هزمته عنده مشكلة، أنا خليه يهزمني، يعني أنا ما عندي مشكلة. أي واحد يريد يناظرني ويهزمني أقول له شكرا جزيلا، أنت قدمت لي فائدة، ربما فاتتني أشياء، وأعتبرها بالعكس أعتبرها شيء عظيم. هي ليست منازلة ولا منابزة، القضايا الفكرية مو مجلس شخصي. وكثير من الناس، أنا حتى الفترة يعني كثير من التعليقات يقول لي أنت كذا أنت كذا أنت ملحد وأنت لا ديني وأنت أنا لا ما لي علاقة لا باللا ديني ولا بالإلحاد ولا بالإيمان ولا بأي شيء، إلي علاقة بأنه أنا أطرح أفكار وأتناول قضايا عامة، المسألة ليست شخصية. الذي يتعامل بهذه الأمور واعتبرها شخصية ويقول أنك تقول شيئا يخرج عن الأعراف السائدة، وبالتالي هو يتحدث عني لا يتحدث عن الأشياء التي أناقشها. القضايا الموجودة في الحياة بها آلاف الاعتراضات وآلاف الملاحظات وآلاف الطرق في التفكير والتحليل والاستنباط، فعليه لا نحتاج أن نشخصن الأمور. دائما هي مشكلة الشعوب القطيعية التي تعيش ضمن جماعة وضمن قطيع أو قطيع اللي هو الدين والقطيع الدين، وهذا من حلقات تتحدث عنها، وهذا من تعريفات للدين. فهو هذا يرى بأنه أي واحد يتحدث عن موضوع الدين مثلا، موضوع الفلسفة، موضوع الفكر، موضوع موضوع أي موضوع كان، هذا يعتبر إذا خرج عن ما تعرف عليه أفراد القطيع فهو رأسا يشعر بالخطر، ويشعر بأنه هنالك شخص يطرح شيء مختلف عن ما يعتقد به القطيع، فبالتالي هذا الشخص خطر. هو ليس مهما ماذا يقول، هو يقول إن هذا القطيع يا أخوان فيه مشكلة، إنه هذا الطريق الذي نسير فيه فيه إشكالات كثيرة وعلينا أن نعالجها. هو ماذا يرى؟ هو لا يفهم ولا يسمع ما تقول. هو يقول هنالك شخص، هو ينتبه إلى هاي القضية هذا التفصيل، هو يقول هنالك شخص خارج على القطيع، وهذا الشخص خطر، ولا يفكر بأنه هذا الشخص جاي ينصحك، جاي يقول لك أنه هذا الطريق الذي يسير فيه القطيع وتسير فيه الجماعة هو فيه إشكالات كثيرة بدليل كذا وكذا وكذا. المفروض يطرح الموضوع للنقاش، وليس يطرح الذي طرح الموضوع اللي على طاولة التكفير والتهجير والطعن والتشويه. أختم أقول فكرة أن أخوض مناظرة مع أحدهم هي ليست فكرة لها قيمة، لأننا أصلا جميعا لا نقف على أرض حقيقية لتصلح للمناظرة حول أي شيء.
والسبب لأننا شعوب ما زالت لا تمتلك أرضية ثقافية وفكرية مفهومية واضحة ودقيقة. لم نصل إلى هذه المرحلة من الوعي الكافي الذي يجعلنا نرتكز إلى أشياء إلى 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 مساحة من المواضعات الفكرية الدقيقة والصحيحة. ما زلنا شعوب وثقافات قائمة على أسس تتحرك في الفضاء في الغيب، فلم نهبط على الأرض لحد الآن. نحن الشعوب لا تعرف ما هي الأرض لحد الآن، وبدليل لم نقدم شيء لهذه الأرض، لم نجد لحد الآن. نحن نحتاج حتى الغذاء والدواء من الآخرين، وهذا هو السبب، لأنه ما زلنا نعيش في ذهنية الغيب، في عالم الغيب، في عالم الميتافيزيق، في عالم الماورائيات. فبالتالي كيف ممكن أن يكون بيني وبينك أرضية للنقاش؟ يعني عندما أكون مقابلة شهيرة جدا بين هابرماس والبابا، مقابلة أنصحكم تتابعوها، كانت هنالك أرضية للنقاش. الأرضية واضحة، هي أرضية العلمانية، نحن لديك رأيك، لكنهما كلاهما يلتقيان على أسس واضحة في الحوار. أنه أقول أنا أتحدث معك من خطابي الديني، هذا خطابي الديني، لكن ضمن الأفق الذي يجمعني معك في هذا العصر الذي يسمح للجميع بطرح أفكاره، واللي هو عصر علماني حسب تعبير تشارلز تايلر. أما هابرماس فيطرح وجهة نظر، لكن أين؟ في أي فضاء؟ فضاء وجهة نظر مع متدين أو غير متدين، في المساحة المشتركة التي يوفرها هذا الفضاء للحوار. فمعناته أكو أساس، إحنا عندما نتحدث عن أساس عندك يصح أن تكون هنالك مناظرة بين الجميع، وعند ذاك أيضا راح تكون هاي المناظرة مفيدة وتقدم شيء حقيقي، لأنها كلا الطرفين يقفان على أسس راسخة. شكرا جزيلا وأسف على طالب، مع السلامة.